التعليمات بس هل بتكون بالمباراة. أنا اسمي إليسا حليب، عمري 9 وحصلي سنة، أنا من سباق الأولمبي لبنان، رح شارك بمباراة برلين. بتمرن بسمعة 3 مرات. أنا وشغيلي كنت كتير روح على بسين من ورا أمي دخلتني. في يوم كانت معلمة سؤال إنه بالبسين، قالت لي ليه ما بتكوني معنا بالكلوب؟ ما كنت متخيلة إنه رح أوصل وكون إنه عضو بسباق الأولمبي وألبح. أنا بلشت بدمين كانس مع سباق الأولمبي. أول مرة رحت بمصر سلت على الماء وأسبح أسبح، وسلت ما عرفت من ربح. أتلع على شوال من ربح من ربح على أنت ربحت. بس انسأل وأسمع صوت ماء بنسى عالم كله، وماء إنه بتحكي معك علاقات بعد عندي سهل من هون لمباراة. 30 شخص رايح من لبنان، عدليني هام على محمد سي. ما في مبادلة من دولة إنه نحن بالندفع كل شي، حتى تكت نحن بالندفع. بس انشر بالماي لاني اذا معاش بالروح، اذا ساريني بالروح، اذا ما بعرف شو بني بالروح. كفايه